زي ما كنت بقول في مقدمة الحلقة، الفن ليه أدوار كتير جدا كتيرة جدا، وليه رسائل كتيرة جدا، ليه رسائل اجتماعية وسياسية، وكمان ليه دور كبير جدا للترويج للسياحة. الفيلم اللي معانا النهارده هو تجربة بتمزج ما بين الدراما والفيلم والفن وكمان الترويج للسياحة في مصر. الفيلم اللي معانا اسمه رحلة يوسف، كتبه الخبير السياحي الأستاذ الدكتور عاطف عبد اللطيف، وأخرجه أندي إسحاق. كمان ليه تجربة مختلفة لأنه هو تعاون مشترك مصري مغربي. هنعرف ايه قصة الفيلم وايه الحكاية كمان اللي ورا الفيلم مع دكتور عاطف واندي. نهاركم سعيد. صباح الخير. دكتور عاطف وجه معروف في مجال السياحة، واكيد انتوا عارفين هو نفسه كان بيعمل برنامج سياحي، فقد تخصص حضرتك يعني. فخلينا خلينا نعرف كده من الاول، يعني فكرة الفيلم جات لك ازاي، وهل هدفها من وانت بتكتبها ان يكون ليها دور في ترويج السياحة؟ هو الهدف الاساسي ان احنا، يعني انا فكرت من فتره كبيره، ودي تاني تجربه ليا في القصه، يعني الموضوع القصه والموضوع ان احنا ازاي ننشط السياحه البينيه بيننا وبين الدول العربيه. ازاي يبقى الوطن العربي كله بلاتو مفتوح لينا، ازاي نقدر نصور بين مصر وبين اي دوله عربيه وناخد تسهيلات في التصوير وفي الرسوم في المعدات، ازاي نستعين بكوادر فنيه الى جانب كوادر يعني فنيه ورا الكاميرا وكوادر برضو إبداعية كفنانين مع بعض، يعني إزاي نمزج الفنانين العرب والمصريين مع كلنا كوحدة واحدة مع بعض. فعملت فيلم كان تجربة أولى للمرسي أبو العباس، وتصور في المغرب، وكان في برضو مجموعة فنية فنانين مغاربة ومصريين، وكان في برضو أطقم فنية مشتركة بين فنيين مصريين وفنيين مغاربة. ازاي نقدر نمزج الوطن العربي كله بشكل حضاري بشكل جمالي، ازاي نسوق الوطن العربي كله مع بعضه. ودي تاني تجربة فيلم رحلة يوسف، انه برضو متصور بين المغرب وبين المغرب. بصراحة لان القصتين فيهم ملمسين، فيهم دولة المغرب، ودولة المغرب كمان كان الحقيقة فيها تسهيل جامد جدا في التصوير، طبعا تراخيص والتسهيل، يعني نجم في العالم دلوقتي. يعني بمجرد ما بنقول احنا عايزين نصور عندكم يا جماعه، المركز السينمائي بيهتم جدا بالموضوع. التصاريح احنا بنطفش وهم بيتلقفوا، يعني احنا يعني بنطفش بجداره وهم المغرب فاتحه لدرجه ان هي يعني مسهله يعني بشكل كبير، بيصوروا كل الحاجات اللي لازم تتصور في مصر، حتى اللوكيشن بتاعها بيتصور في صاله الاهرامات هناك. الحمد لله، ونعيش ونطفش كده ان شاء الله. فانا بقول لحضرتك فعلا ان الجماعه هناك سهلوا لنا كتير جدا. التصاريح ما خدتش اسبوع. ده نموذج يحتذى والله يا دكتور. بصراحة والله حرام، ده احنا كده بنخسر دولارات حتى على مستوى الاقتصاد كتيرة جدا جدا. ليه التقفيل ده فيه؟ وبعدين هناك برضو التسهيل في كل الأماكن، يعني صور احنا بمجرد معانا الجواب بس نطلعه حتى من المطار من وصولنا. احنا المركز السينمائي المغربي يا جماعة، أول ما نقول المركز السينمائي المغربي تتفتح الدنيا. أهلا، نورتوا البلد، يلا اتفضلوا اعملوا الشغل، اعملوا يساعدوا مساعدة غير عادية. حتى الأطقم الفنية اللي بنستعين بيها معاهم مع الجماعة بتوعنا كان في تعاون غريب جميل جدا، يعني نموذج فعلا للتعاون المشترك حتى قدام الكاميرا وورا الكاميرا. والله دي تجربة لازم هم هنا يسمعوها بقى في مصر عشان يعرفوا ان هم ممكن ازاي كمان يبقوا سوق مفتوحة على العالم. يعني الوقت المغرب مشهورة جدا سينمائيا، ومش عشان هي بتنتج افلام، ده هي بتصور فيها، عشان هي سوق فيها سينما وتصوير ومهرجانات كبيرة والكلام ده كله. بتعدي بس مدينة ورزازات بس اللي هي بتصور، مدينة السينما اللي هناك حضرتك بتعمل حوالي 700-800 مليون دولار بس، ده قرية صغيرة كده اللي بيصور فيها الأفلام في العالم. أيوه. وبعدين دلوقتي النهاردة أصبح في عندهم كوادر فنية على مدربة. أعلى مستوى، مدربة بتشتغل في أفلام عالمية. يعني احنا حسينا، يمكن أندي يحس بده، الأطقم اللي كانت طبعا معانا. أندي قول لنا التجربة برضو، قول لنا تجربتك قبل ما ندخل بقى على قصة الفيلم. طالما بنتكلم على كده، إيه اللي لمسته هناك في التعاون؟ هل فعلا في كوادر على الرغم هم مش سوق عريق سينمائي زي مصر يعني؟ قبل ما نروح نصور في المغرب، ده فرق ايه معاهم؟ قبل ما نروح نصور في المغرب انا كان عندي تخوف شويه من طبيعه شغل الناس هناك.
مش عارفهم، مش متعودين على بعض. ودايما عندي فكره ان لا انا هبقى مرتاح اكتر لما ابقى شغال مع ناس او كرو فنيين من مصر، من مصر فاهمين طريقه شغلنا، فاهمين ان احنا ممكن نطحن اليوم يبقى يعدي ل 18 ساعه شغل بس لسه عندنا شغل فاحنا قاعدين مكملين مطبقين. التخوفات بتاعتي كانت كلها رايحه ناحيه هل هيبقى في لغه تواصل واحده مشتركه ولا لا. ولما رحت الحقيقه وقبل ما اروح كنت سالت ناس كان عندهم تجارب وخبره في الشغل هناك، طمنوني قالوا لي الناس هناك بروفيشنال جدا، شاطرين جدا، بيعرفوا يعملوا شغلهم بطريقه كويسه وبيبذلوا كل مجهود عندهم. لما رحت وتعاملت مع الكرو اللي كان شغال معانا في الفيلم الحقيقه ما كنتش حاسس خالص ان انا في المغرب، يعني لا عادي هم فنيين شاطرين قوي زي الناس جدا 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 وشاطرين قوي زي الناس اللي عندنا هنا في مصر، زي الفنيين عندنا في مصر. بيحبوا شغلهم قوي، كل واحد فيهم بيعمل شغله مظبوط، محافظين على اصول الشغلانه وعلى يعني اتبسطنا جدا جدا معاهم. هو الملفت طبعا ان هم كمان زي ما كنت بقول هم مش سوق سينما، فاللي هم يبقوا مدربين كده ده معناه ان هم exposed، هم منفتحين، فبيجي لهم افلام ينزلوا يتمرنوا. طب احنا عايزين ننزل نتمرن كمان يعني بنشتغل مع شركات عالميه فرنسيه امريكيه بلجيكيه المانيه، بيشتغلوا مع مخرجين ومديرين تصوير كلهم اجانب، يقولوا لهم تعالى مثلا لمهرجان قرطاج ولا مهرجان كذا، كل النجوم بيجي لهم يعني خلاص كله بيجي، لان بيجي حاسس بالمغرب والطريقه هناك في المغرب والتسهيلات اللي بناخدها الحقيقه. وبعدين برضو المغرب يعني انا لما صورت المرسي ابو العباس كان الدرهم ما يعادل جنيه، فكان ما بنحسش بفرق يعني ان انا طلعت بره بلد، انا كاني بصور جوه مصر. حتى مع التعويم حتى الدرهم بقى ب2 جنيه يعني ما بفرقش كتير قوي. فكانت التكلفه برضو بتاعه الفيلم يعني بتبقى معقوله. بس حضرتك مش المنتج، في شركه منتجه، هي شركه الكاتب، هي ككاتب قصه ومشتركت في العمل يعني التمثيل. طب خلينا نشوف فيلم رحله يوسف، نشوف البرومو تريلر بتاعه ونرجع مرة تانية. كان تريلر فيلم رحلة يوسف، وزي ما عرفنا ما استشفينا يعني من التريلر اللي هو قصة مخطوطة أثرية بتتسرق. حضرتك قول لنا بقى يا ريت هو الموضوع ماشي الحقيقة خطين، واللي كتب السيناريو الحقيقة الأستاذ جوزيف فوزي ده يعني سيناريست هايل، يعني شاب محترم و يعني بمجرد ما يعني بيلقط الفكره والقصه نفسها بيبتدي يسرح بقى في الكتابه. الحقيقه واضح ان الفيلم كله قائم على شباب، يعني كله شباب الحقيقه، يعني مجموعه كامله الحقيقه، يعني ابطال حتى شباب، حتى كلهم شباب، المجموعه كلها الحقيقه شبابيه. ودي اساس هدف الشركه وهدف ان احنا المجموعات الشبابيه تطلع تاخد فرصتها ولا توفير برضه في الانتاج. لا والله مش 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 مساله توفير، يعني هي مساله مغامره ان شباب يعملوا شغل ويتعمل شغل حلو والموضوع ما يعتمدش على النجوم بالدرجه الاولى، لا يعتمد على الصوره والقصه والموضوع. وده المفروض ان احنا عايزينه، مش المفروض ان احنا التنينا شغالين بس بمجموعه من النجوم اللي تتعمل دراما وتعمل سينما وتعمل كذا وتعمل كذا فقط. لا احنا عايزين يبقى في مجموعات بتطلع مجموعات شبابيه تاخد فرصتها يتعمل شغل حلو، اتعمل شغل شباب بصراحه رائع. ده يعني الميكنج بتاع الفيلم. ايه الصعوبات اللي واجهتك في التصوير يعني؟ الحقيقة احنا يعني بنواجه انواع مختلفة من الصعوبات، يعني في اوقات بنواجه ظروف مناخية صعبة جدا، بنواجه مشاكل في ان احنا روحنا لوكيشن العربيات مش هينفع تدخله، فبنضطر ان احنا الفنانين يشيلوا المعدات واحنا نشيل حاجتنا ونتحرك. زي مثلا سانت كاترين كان عندنا حاجات لازم نصورها في الجبل. سانت كاترين لوكيشن رئيسي في الفيلم صح؟ هو سانت كاترين في مصر والمغرب، فكنا بنصور في مصر جوه سانت كاترين وفي شرم ومناطق حواليهم وكنا بنصور في المغرب. ففي عندنا يعني للاسف الناس بيبقوا متخيلين ان احنا الشغل بتاعنا ناس قاعده على كراسي وتكييف والمخرج هيقول اكشن وهيجيبوا له عصير. احنا بنتمنى ان احنا نعمل كده، ما عنديش مشاكل، بس لا بالعكس احنا يعني في وقت بنتعرض لظروف صعبه جدا مناخيه، ممكن نتعرض لظروف ان احنا نروح مكان الناس تعطلنا حوالينا، بيبقى ملموم علينا مثلا اول ما بيشوفوا نجم او بيشوفوا كاميرا بيتلم علينا مثلا حوالي 300 بني ادم في الشارع فجاه،
بيبقى عندنا صعوبه في ان احنا نبقى عايزين نوصل ان احنا نصور الشوت ونمشي، ممكن نقعد 6 ساعات عشان نصور الشوت ده. فكان عندنا ظروف صعبه جدا وتحديات كبيره في المغرب. احنا المسافات ما بين الاماكن اللي كنا بنعمل فيها معاينات في المغرب طويله جدا، ممكن نمشي ساعات بالعربيه 2 3 ساعات مثلا عشان نوصل لمكان نعمل فيه معاينه عشان عايزين نروح نصور فيه مشهد. ويبقى المكان شكله حلو قوي، وكنا بنراعي ان احنا نختار اماكن جماليه بحيث ان اللي يتفرج يبقى علشان كمان اللي يتفرج يبقى عينه مرتاحه وشايف صوره حلوه سواء في مصر او في المغرب. يعني في مصر اخترنا اماكن في سانت كاترين شكلها حلو قوي، الناس تعرفها، الناس ما تعرفش ان الاماكن دي موجوده عندنا في مصر او موجوده في سانت كاترين. زي ايه؟ زي ايه؟ اغلب الحتت اللي في سانت كاترين الجبال والصحراء والطبيعه والدير، مناطق كلها مناطق حلوه، يمكن في بعضنا ما راحش زارها وكده. يعني بصراحه واحنا بنعمل معاينات في سانت كاترين الدكتور قال لي انا هوديكم اماكن انتم ما شفتوهاش، وفعلا رحنا شفنا اماكن. لا ورانا اماكن ورانا اماكن عمري ما شفتها في مصر، ولا عمري لما رحت سانت كاترين شفتها. في اماكن تانية في مصر ممكن نصور فيها حلوه جدا. مصر جدا مليانه. الحقيقه عاديه يعني. الواحد ماشي بيكتشف ولا زال لسه بتكتشف. واحنا بنشجع كمان ناس كتير ان هم يجوا يصوروا. يعني انا كلامي كله دلوقتي مع اي دوله عربيه او اي شركه. لا لو سمحت حضرتك ما تقول لهمش الا لما تتاكد هيحصل فيهم ايه، ممكن يجوا يصوروا تشجعهم وبعدين. احنا بقى لازم نحاول ونشوف الوضع، لازم نلاقي حاجات على موضوعات التصاريح دي والكلام ده كله. يبقى لازم في اراده من الدوله ان ده يحصل، لان مصر سوق ممكن فعلا تدخل دخل رهيب من الموضوع ده. يعني حتى الدكتورة رانيا المشاط يمكن من اسبوعين قابلت بعض المنتجين من هوليوود على اساس انهم يجوا يصوروا افلامهم، شركات انتاج يجوا يصوروا هنا، لان فعلا هنا يعني في طبعا الجو، الطبيعه، الصحراء، النيل، البحار، التكنيشنز، الفنيين ممكن يستعينوا بفنيين من هنا. مصر مجهزه تماما للموضوع ده. اللي عايز يصور في صحراء، اللي عايز يصور في النيل، اللي عايز يعمل مطارده في بحر طبعا. يعني اقصد مصر فيها المفروض تبقى نمبر 1 في يعني في الموضوع ده، مجهزه من كل حاجه، حتى الايدي العامله، الفنيين، الكذا، كل حاجه موجوده. هتجيب فلوس كتير جدا. ما انا مش قادره يعني انا مش قادره افهمه يعني من زمان الحقيقه. يعني انا عايز اعرف بقى زي ما كنت بنقول دلوقتي ان السينما ليها رسائل متعدده. صحيح. احنا بنشوف بقى لنا فتره المسلسلات التركي قد ايه بتبين تركيا، الاماكن الجميله فيها، مش عارفه ايه، وانا بتصور يعني ما اعرفش، ممكن حضرتك يكون عندك فكره عن الموضوع، ان هي زودت فعلا نسب السياحه بعد المسلسلات جدا، ان المصريين كتير جدا بتسافر تركيا عايزه تشوف الاماكن اللي كذا، وحتى ما تروح تورز مثلا في المراكب هناك يقول لك ده القصر اللي اتصور فيه مسلسل كذا. ما بقاش مثلا مش يقول لك مثلا ده القصر الاميره فلانه ولا ده القصر اللي اتصور فيه مسلسل كذا. دي حقيقه. اتعمل مزار كمان. بيتعمل مزار. ده بتاع مهند ونور، ده مش عارفه بتاع كذا. فدلوقتي الفن ازاي ممكن يكون ترويج للسياحه في بلدنا بقى؟ الفن هو اخ، انا بعتبر يعني والله من واقع خبرتي يعني، وان انا ملمس دلوقتي سواء في السياحه او في الفن ان هم واجهين لعمله واحده. ان ممكن الفن بيحل اشكاليات كبيره جدا جدا، وبيقنع ناس كتير جدا جدا كمان، مش بالسياحه بس، ده بالسياحه والاقتصاد والتجاره والبزنس و التواصل مع البلد دي. بمجرد يعني انت شفتي حضرتك امريكا مثلا، لو جينا دوله زي امريكا النهارده سيطرت سيطره كامله على العالم في الاول، على عقول الشباب كتير وعلى عقول العالم من الافلام. الافلام طبعا السينمائيه هي كل الافكار وكل الحاجات، الرسائل اللي هي عايزه توصلها. معظم الافلام الامريكيه كلها فيها رسائل طبعا، وهي رسائل استعماريه ورسائل كلها وان هي ان الجندي او المواطن الامريكي او الامريكي هي اقوى حامل العالم، وهو اقوى انسان على وجه الكوكب، وان هو ده حلم واي شاب واي راجل واي ست واي بنت المخلص على طول. لا وان دي عايز ان الحلم ان كل واحد ان هو يسافر امريكا فاكر ان هي دي اجمل حاجه في الدنيا، وان هو هيروح يشوف الحاجات اللي يشوفها في الافلام في الافلام. فبيفاجئ طبعا ان هناك الحياه عاديه طبيعيه زي اي بلد، وفيها مشاكل زي كل بلد وبعدين في بعض الولايات من 52 ولايه في 5 6 ولايات اللي هم يعني بيعتبروا جامدين جدا، وبقيه الولايات الثانيه يعني ولايات عاديه شايف فيها زراعه وفلاحين ومزارعين وناس عاديه جدا جدا. لدرجه ان في مناطق يعني في مناطق في امريكا قرى وحاجات ناس عايشه
لغايه دلوقتي بدون كهرباء بدون، بس هم اللي عايزين كده يعني، يعني عايشين زي المجتمع القديم اللي هو بدون تليفون، بدون كهرباء، بدون عربيات، بدون دقيق، بدون ازعاج. بس حضرتك بتبص ازاي مثلا، واندي برضو بتبصوا ازاي الافلام اللي هي بتعبر عن واقع الحياه في مصر، اللي بعض الناس بتقول لك دي لو سافرت بره مش هتبقى رساله كويسه عن مصر يعني. طبعا يعني ليه وجهه نظر في الموضوع ده، بس انا مش قصتي يعني، انا عايز اعرف وجهه نظر حضراتكم. هو يعني هل كل الافلام لازم تبقى متصنفره ومتلمعه وجميله وبتعبر يعني بتعبر عن، لا مش بالشكل دوت، لا. طب ما الافلام الابيض والاسود ما كان فيها بتعالج مشاكل كبيره قوي، وكانت بتجيب الحاره المصريه وبتجيب المشاكل وبتسلط الضوء على مشاكل الحيويه في المخدرات وفي الادمان وفي الطلاق وفي العائلات وفي كده، بس كانت بتطلعها بشكل حلو يعني، بشكل معقول مقبول، مش بشكل فج، مش بإسفاف، مش بألفاظ خارجة ما تخشش. النهاردة لو شفت حضرتك معظم الأفلام اللي موجودة بتتعرض الفترة اللي فاتت كلها، يا زائد 16 يا زائد 18 يا زائد كذا، لأن طب ده كويس اللي فيه ريتنج يعني دلوقتي. لا ما ده كويس، ما ده معناه إيه؟ معناه كمان إن الأفلام فيها ألفاظ وفيها مناظر وفيها حاجات ما تقدرش تخش البيت. فحتى كمان أنا في طريقة لما كنا بنسوق للفيلم وكده، الخليج نفسه أصبح لما أنا اتكلمنا مع شركات كتيرة في الخليج وفي دول عربية كتير، قال لك إحنا بصراحة الفيلم المصري بقى عندنا صعوبة في تسويقه عندنا، لأن معظم الأفلام فيها ألفاظ خارجة، فيها مطاوي، فيها عنف جامد، فيها مناظر خارجة، فيها كذا. أصبح الفيلم المصري اللي كان بنحبه زمان بشكل الطريف الجميل اللي بيعالج مشكلة، اللي يقدر يخش البيت جوه العربي العيلة تتفرج عليه وقاعدة مش بتحرج من حاجة، مش بتتكسف من ألفاظ معينة، أو يشوف مثلا عنف جامد قوي أو حاجة جامدة بشكل ده، اصبح عندنا مشكله في تسويق الفيلم المصري. في حتى الواقعيه المباشره قوي او الفجه اللي ظهر، ما قلت فجه في الدراما حتى دلوقتي دخلت في التلفزيون يعني، بقت موجوده حتى في المسلسلات. احنا كمان عندنا مشكله، لازم الدوله ننتبه للدراما برضو، يمكن اندي يتفق معايا في هذا الوضع، ان دلوقتي المشكله كلها ان السينما والدراما بقوا كوكتيل، بقوا خلطه اتحطوا في خلاط وبقت خلطه واحده. زمان كان ممثل السينما او الفنان او النجم بتاع السينما هو موجود في السينما، الناس كلها بتنزل عشان تشوفه، تدفع التذكره وتروح تشوفه. النهارده كل نجوم السينما دخلوا الدراما، فاصبح ما عنديش جديد ان انا انزل للسينما طبعا، لان كل النجوم دول موجودين عندي في الدراما 30 شهر 60 حلقه 90 حلقه، هيوحشونا يعني، مش هيوحشني، مش هنزل له خلاص، ما هو بفتح القناة كذا الاقيه، بفتح قناة كذا الاقي المسلسل. بس هو ده بقى نعنش السوق الدراما، نعنش السوق الدراما ونعش سوق الدراما يعني، دخول المخرجين السينما، الممثلين، النجوم السينما، نجمات السينما، ده عمل انتعاش في الدراما بقى، عمل انتعاش في الدراما. ده جزء منه كمان علشان التقنيات دلوقتي بتاعت التصوير كمان. انت بقيتي ينفع تصوري بنفس الكاميرا اللي بتصوري بيها السينما وبتصوري بيها المسلسلات، فما بقاش فيه صعوبة في ان المخرج اللي كان بيشتغل بالكاميرات بتاعة الفيديو يشتغل بالكاميرات اللي بيشتغلوا بيها في السينما. بس هما اصلا كاميرات السينما نفسها ما بقوش يشتغلوا، بيشتغلوا كله ديجيتال يعني. طبعا، ما هو دلوقتي كاميرات السينما ما بقتش خام زي زمان، بقت ديجيتال. انا بعتبر كمان في النقطة اللي احنا بنتكلم فيها بتاعة الواقعية بتاعة الافلام، السينما هي محاكاة للواقع اللي بيحصل في المجتمع. بنعرضه في صورة فيلم. ما عنديش مشكلة معاها، بس بتبقى المشكلة ان في اوقات مش بناخد بالنا ان في جانب اخر للفيلم السينما، انه بيظهر شخص، الشخص ده بيتحول بيكون مثال في المجتمع وقدوة. مش بس بيبقى شخص بيعرض الواقع بتاع المجتمع او مشكلة في المجتمع بنعرضها، فبنقول زمان كنا بنشوف مشاكل ممكن الفيلم ما يقدمش حل، بس يعرض المشكله فيخلي الناس تفكر الحل. دلوقتي بقينا بنعرض المشكله وبنقول ان الشخص ده بقى بطل في عيون الناس لما حل مشكلته بالبلطجه، لما حل مشكلته بدراعه، ودي رساله. فلغينا حاجات كتير للمجتمع، رساله للمجتمع. للاسف بيبقى مش بس بنعرض المشكله وبنعرض الواقع اللي انا ما عنديش مشكله فيه، وانا احب اعرض الواقع بتاع المجتمع فيلم سينما، بس بخاف قوي وانا بعرض الواقع ده ان انا اصنع شخص
يبقى مثال وقدوة لشباب أو الناس. يبقى ده البطل، حتى لو البطل الشعبي فيبقى هو بطل. بس ده كان موجود في أفلام برضو زمان وفي روايات نجيب محفوظ وكده يعني. طبعا بس كان بيحافظ على أنه الشخص ده محطوط حواليه كده حدود، مش بيطلع برا، او عنده افكس برضه الفتوه يعني. الفتوه كان بيبروز في الافلام، كان بيبروز الفتوه الشخص الجدع، مش بيطلعه الشخص البلطجي. وعنده يعني عنده اثكس معين بالزبط. وعنده برينسيبلز معينه، عنده حدود. حدود، هي دي الحته اللي احنا بنفتقدها دايما. ان احنا ساعات بنعمل البطل بس ما بنعملوش حدود. فبنلمس بقى في حته ده البطل الخارق برضو، اللي بيقدر يعمل كل حاجه بدراعه وبيتفصل عن المجتمع وبيتفصل عن الناس اللي حواليه، رغم ان مش كل حاجه انت لوحدك، لا انت معاك ناس في المجتمع ينفع يساعدوا في حل الفن خطر جدا، والفن رساله ذو حدين. الفن يقدر يؤدي رسائل متنوعه كتيره جدا، يقدر يدي رساله سياسيه اجتماعيه سياحيه. يعني احنا عندنا دلوقتي زي ما بيقولوا فعلا سلاح او قوه ناعمه مهمه جدا في مصر، لو عرفنا نستغلها صح ممكن تفيدنا كتير جدا اقتصاديا وسياسيا. بشكرك جدا جدا دكتور عاطف، وبشكرك جدا يا أندي على وجودكم معانا، وبشكركم على فيلم رحلة يوسف. شكرا لكم. فقراتنا خلصت، لكن راجعين لختام اليوم بعد الفاصل.